زي مشروع زي ده، مشروع تطوير رأس الحكمة في منطقة خلابة زي منطقة رأس الحكمة، ممكن يكون سبيل لتطوير السياحة في مصر كلها وزيادة عوائدها كمان في الفترة اللي جاية. مصر بتستهدف من 40 ل 50 مليون سائح سنويا، والمشروع ده تحديدا زي ما صرح النهارده رئيس الوزراء بيستهدف حوالي من 8 ل 10 مليون سائح. مستمرين مع حضراتكم في تفنيد وتفصيل مشروع رأس الحكمة علشان نفهم مع حضراتكم ازاي ممكن مشروع زي ده يفيدنا ويفيد بلدنا ويفيد ولادنا كمان في الأجيال اللي جاية. وعشان كده احنا بنسأل سؤال مباشر، ازاي مشروع زي ده في منطقة خلابة زي منطقة رأس الحكمة ممكن يكون سبيل لتطوير السياحة في مصر كلها وزيادة عوايدها كمان في الفترة اللي جاية، خاصة وإن ملف السياحة عانى كتير جدا الفترة اللي فاتت، والدولة بتحاول بكل الطرق إنها تساعد الملف ده أو قطاع السياحة من خلال سواء الحكومة أو المبادرات أو حتى الشراكة مع القطاع الخاص. عشان كده مشروع رأس الحكمة ممكن يكون الحل في تنمية موارد وعوايد القطاع السياحي في مصر. احنا معانا الأستاذ أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية عشان نسأله مباشرة هذا السؤال. أستاذ أحمد أهلا بيك معانا. أهلا بحضرتك فندم. أهلا بحضرتك فندم. إزاي مشروع زي ده ممكن يأثر تأثير مباشر وقوي على السياحة في مصر رغم معاناتها الفترة اللي فاتت؟ الحقيقة خليني أقول لحضرتك إن مشروع زي رأس الحكمة ده مخطط لمدينة سياحية عالمية، مخطط لمدينة متكاملة، مدينة تقدر تجذب أعداد كبيرة من السياحة مباشرة ليها وغير مباشرة للمدن الأخرى ولمنتجات كتيرة للسياحة المصرية. احنا الحقيقة في البحر الأحمر زي ما حضرتك عارف عندنا يمكن ما يقرب من 70,000 غرفة فندقية في الغردقة، حوالي قدهم تقريبا في محافظة جنوب سيناء، ولكن منطقة زي منطقة الساحل الشمالي يمكن كنا بنفتقد فيها لعدد غرف كبيرة، يمكن حالي موجود حاليا حوالي 5,000 غرفة فندقية فقط، وكانت بتسعى الدولة من خلال بناء البنية التحتية من طرق وخلافه انها تقدر توصل بهذه المنطقة. يمكن شفنا مدينة العالمين الجديدة، والنهاردة بنشوف في مشروع رأس الحكمة رؤية جديدة ونموذج استثماري داخل فيه مستثمر أجنبي قوي يقدر يخلينا نضيف غرف فندقية ونضيف مشروع سياحي متكامل يجذب ملايين السائحين لهذه المنطقة. إذن هي فرصة أمام قطاع السياحة؟ ده أكيد ده أكيد، مش بس زي ما قلت لحضرتك مباشرة إلى هذه المدينة، ولكن إحنا بنتكلم النهاردة على مارينا عالمية هيجيها مراكب السياحية الكبيرة اللي بتشيل ألفات من السائحين، تقدر تقف في هذه المارينا، تقدر تزور مدن اسكندرية، القاهرة، تعمل برامج مختلفة، نقدر نجذب لناس النهاردة المدينة دي فيها مركز مالي، مش هتجيب بس سائحين في الصيف ولكن برضو هتستمر في العمل في الشتاء. فالحقيقة القيمة المضافة لهذا المشروع قيمة كبيرة تتعدى استثماراته المباشرة في هذه المدينة. القائمين على قطاع السياحة في مصر ازاي ممكن يستغلوا مشروع زي ده بحيث ان هو يكون بؤرة سياحية عالمية؟ الحقيقة كل منتج سياحي بيضاف على أرض مصر بيقدر القطاع السياحي يستغله استغلال كبير من خلال استثمارات لخدمات موازية، نقدر نقول المطاعم، الترفيه بشكل عام، شركات السياحة تقدر تجذب سائحين لهذه المنطقة، هتقدر تقدم لهم خدماتها، فنادق هتتفتح، شركات إدارة هتعمل، عاملين في القطاع هيلاقوا فرص عمل أكتر. فالحقيقة يعني اللي احنا بنقوله مصر الحمد لله تمتاز بمنتجات سياحية مختلفة جدا، كل ما بنضيف منتج جديد بيقدر يساعد كل المنتجات اللي موجودة انها تجذب قدر أكبر من السائحين إليها. أيوة، لأن الكل كان بيسأل مصر بكل ما تمتلكه من مقومات وما زالت لم تصل بعد إلى العدد اللائق بهذه المقومات من الناحية السياحية،
نقدر نقول اخيرا استاذ احمد احنا امام حل سحري لمشكله او ازمه السياحه اللي موجوده بقالها كام سنه؟ الحقيقه خليني اقول لحضرتك ولا هنكون متفائلين قوي يعني؟ لا لا لا، خلينا نقول احنا طبعا بالفعل كلنا امل، مش بس في مشروع راس الحكمه. يمكن دوله رئيس الوزراء النهارده اعلن ان راس الحكمه هي مجرد نموذج لمدن بالزبط. الدوله بتسعى لشركات كبيره فيها، في مدن تانية في الساحل الشمالي، وفي مناطق أخرى نجيلة وجرجوب وسيدي براني بالضبط، وفي مدن أخرى في البحر الأحمر الدولة بتسعى برضو لتنشيطها وتسويقها. الحقيقة عشان نوصل لأملنا أن يبقى عندنا 40 مليون سائح، احنا محتاجين عدد غرف كبير، يمكن نضاعف عدد الغرف اللي موجودة. اللي احنا بنقوله النهاردة راس الحكمة كنموذج استثماري بيدي ثقة للمستثمر الأجنبي بهذا الحجم وبهذه الضخامة من الاستثمارات المباشرة، انه يقول ان مصر فعلا جاذبة لهذه الاستثمارات، لان مفيش مستثمر هيخش بهذا القدر من الاستثمار الا اذا كان متأكد ويكون شاكك في استثماره. لازم يكون متأكد. انا بشكرك جدا استاذ احمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية.